عليكم. كبيرين لاباس عليكم. السلام عليكم يا احلى مجسدين. كبيرين لاباس عليكم. كنشكركم على تعالكم الزوينه والناس اللي باركوا ليا الله يخليهم. شكرا شكرا لكم بزاف. احنا بدينا في الاصلاحات هذاك الشيء كيبغي الصبر وكيبغي يبغي شنو الصبر واش نبغي؟ نبغي الفلوس. عمر ايوا احبابي وصلنا مع الناس ودار معاهم صافي شكايتي. ايوا هذا هو البلاصه اللي غنسكنوا فيها ان شاء الله. هادي غتكون الدار جديده هنا في القريه ان شاء الله باذن الله. نتوما هاد الكبيره هي هاد نتوما. سعيدة تشيل معايا خذ معايا باقيش حاجه اخرى؟ صافي دابا انت عارف السلعه اللي ديتي دابا ديال وديال البارابول باقي كاين البيض مزيان البيض عطيتك 500 دابا المهم تن راسي كلشي دير سعيد مفتاح من نقول واقفل خويا وليدي لاباس عليك. معلمها بشويه خدم الله يسهل عليك. ما كان شي غلط وداك واخا لصقتي بحالك ماشي مشكل. والمعلم ماشي دار معايا المعلم راه كيحيد هادشي ماشي غادي نخلي نبدا نخلو فهمتي؟ ها؟ كيراه كيحيد راه كنجربو ليه؟ فهمتي؟ المشكلة بالكلام وفي حاجة هما مش فاهمين فيه. أنت فاهم أنت اللي عارف. ما يهدمش السيف زعما لازم داخل هذا وتبارك الله عليك المعلم الله يعطيك الصحة وصافي. والسير مصري تعاون المعلم. الكحلي الكحلي شمن الاسود هو الاسود قول لك حل واش عرفك قول لي عرفتك كتهضر معايا باللغه العربيه قلت لك لي سويت الكحل الكحل انتما يا احلى متتبعين واغلى متتبعين هذه دابا راه غرفه النوم بيت نعاس. ها هو واحد الماء لقيتو هنا لقيتو هنا كنصبط الشتا وهاد الماء خرج باغي نشوف هاد المشكل منين جا. يعني الانسان قبل ما يدير الجليج وهدا خصنا نشوف هاد المشكل منين جا. هاد انت هنا كاين الماء ساعات شتيه هذا كلها كانت مية. لا لا ما كانش داكشي لا ساعدة يعني كانت مية. هذا ما عندك جار ها؟ أه؟ ما عندك جار ما عندكش غير الاخرين؟ حنا نشوفو واقيلا باقي ما جابوش ليهم المكان هنا ياك؟ أه؟ باقي ما داروش المكان. خاصكم شد يجبد الكابل ماشي حنا حنا على الجار اللي ساكنة باقي you
تخليه شويه زايد ياك على هنا تخليه شويه زايد. خليني نركز يا نور اشوف هذه راح فين ولا جاي منين عشان ما هي الطابات. ايوا غدانا اليوم هو تاكوس سمعتنا من ديرو قديو ياك المصري قديو واصل المصري ولكن كيصايبو هادو زوين صراحة فيما كنمشيو عندهم انا الى لقينا وقت الغدا ما خديناش كنتغداو عندهم. دابا ديك هي المكانه ديالي انا باش عرفتيها. ها هي اللي خرجت لي. ها هي اللي خرجت لي بس الطابلو خرجت لي وما نخافش من هنا يبقى داك ماشي مشكل ما كاينش لي جار ما جروش من هنا. لا لا ها نحزمو الفوق هي جيتك المكانه ما كاينش اللي غيقع فخاصكم تديرو غير هنا. لكن انت من كاش غيقع انت الناس دافعينهم من غيطلق في الضو تروح لنا ديك دابا هما اللي كيعطيو الضو للدار. دابا رجول بركة كديروا بحال هكا في مصر نتوما عندكم خدمه اخرى. قولوا المصري قول اسي مصطفى راه كتبان مع المصري في اليوتيوب. ها هذوك خدامين فيها هادوك شكون اللي باقي ما تيراش الخيط؟ كلشي تيرا الخيط بقينا حنا؟ هادو اللي فوق وحده والاخرين تيراو؟ لا باقا القبص اللي مدا القبص غيكون تيرا الخيط. وروينا هادي واش من روينا المعلم؟ هادوك الحفرة تاهي المعلم كل عام الله يعطيك الصحة. أنت المتتبعين حنا ركبنا الخيط ديالنا جرينا الخيط ديال التلفازة هذا وحنا ها سارو تساعد حل عليه حل عليه الباب تبارك الله عليك المعلم الله يحفظك. ها انتم المتتبعين حنا دوزنا الخيط مبروك حنين اول القبس ان شاء الله. ها هو الخيط دوزناه ديال التلفازه هنا في الصاله الصغيره اول القصه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله واحده واحده كل حاجه كل حاجه واحده واحده ايوا ان شاء الله تتسناو معنا الفيديو الجديد ان شاء الله نصايبو خصنا نصايبو القبص كل حاجه الواحد دايما كل حاجه على ايده يعني كتعرف شنو كاين هي شويه الحاجه كتكلف بحال مزيانه السلعه مزيانه احنا جبنا الحاجه الماركه المزيانه صراحه انت ما كيما كتشوف جبت الانجيليك يعني خيط الانجيليك شفت الحاجه مزيانه هذه ديال السطح ها شاط منه شي حاجه غنرجعها هذه ديال الطو اللي كتخرج الطو هذه حتى هي زدنا شي واحد البريزات هنا داكشي ايوا الحمد لله هنا عاوتاني دابا تنعاس التلفازه هذه هنا الخيوطه ان شاء الله عقب القبص القبص القبص. المهم نتمنى والله نكون على حسن ظنكم شكرا لكم على تعاليقكم سوينا والله يحفظكم لينا يلا سعيد جينا على نهاية الفيديو سعيد بقى كح يلا ابو احمد يلا اللقاء فيديو فاضل لسه باقي باقي لسه باقي الجديد باقي الجديد ان شاء الله ان شاء الله لسه الجبس لسه الزليج لسه الكوزينه لسه ونبغيكم تعطيونا رايكم في بالنسبه للجبس عنده ذكور مثلا في الجبس عنده حاجه في الجبس يقول لنا شنو كاين الزليج يبعث لنا ان شاء الله باذن الله اي رسمه زوينه كذا ولا حاجه من احنا طبعا الزو ديالكم احنا عارفينه حاجه زوينه ان شاء الله باذن الله.